An automobile dealership offers a car with zero down payment, zero first month payment, يعني شهر مش هتدفع, zero due at signing, كمان مش هندفع حاجة عند توقيع العقد. The monthly payment starting at the end of second month, month 2. ومديني ال payment ال A, and there are 38 payments دال N, وال APR annual percent rate is 12% compounded monthly, يعني 1% في الشهر. The negotiated sales price, طالب ال B is closest to. طب هقول ال P, وعايز ال P بيتساوي A في P given A 1% و38, بس دول هيتجمعوا عند نهاية الدفعة اللي قبل اللي هي عند الدفعة الأولى. لازم كمان أجيبها في البداية P given F 1% و1. يبقى احنا عندنا حاجتين, الفلوس 38 دفعة هيتجمعوا عند السنة اللي قبل على طول, اللي هو الشهر اللي قبل اللي هو شهر 1. بعدين انقله عند الصف, محتاج اروح للواحد في المية 38, ربما ملقاش 38 فاعملها بالقانون, 1 زائد 0.01 اس 38 ناقص 1 تقسيم 0.01 1.01 اس 38. لو لقيت في الجدول 38 اوكي, هنا 1 ده هتلاقيه وممكن تعمله بالقانون. والA 3.86 كده نجيب البي اللي هو بيسألني عليها 12,000. أقرب إجابة ل 12,033 هو البي. The following mutually exclusive investment alternatives have life of 10 years. The internal rate of return, IRR, for alternative A, مش كاتبه لنا هنا, is most nearly, نحسبه. تحسبه بإيه؟ إما present worth للـ I يساوي صفر, أو annual أو future زي ما أنت عايز. ناخد الـ present أسهلهم أو أشهرهم, طلبة واخدين عليها أكتر, -60,000. هذا بيمش عمل فيه حاجة. الريفينيو 50 والاكسبنسز 30, يبقى دول ايه اطرحهم من بعض, 50 ناقص 30,000 في بي جيفن ايه, بي جيفن ايه للاي المجهولة ولمدتها 10 سنين, اللي هي 1 زائد الاي بص 10, احفظ ده, لا ما تحفظوش, برشمه, قصدي موجود في الشيت, ما لا تبرشمه ولا تحفظه, موجود في الشيت. وبعدين زائد الماركت فاليو اللي هو السالفج اللي هو 10,000 في, عايزين نجيبه بي, يبقى بي هو اف, يبقى بي جيفن اف, ونفس الشيء موجود في الشيت اللي هو 1 زائد الاي المجهوله بس ماينس 10. الاي تطلع كام؟ حوالي كام؟ 10 20% 30, اكيد اطلع واحده من دول, يعني بين 10 وبين 36. يبقى معنى كده وانا ما اجي اعمل استيميشن ادخل رقم قريب حاجه في وسطهم كده عشان يسرع الحل, هقول -60,000 و20,000 في, نفتح بسط مقام, نقول 1 زائد المجهول بتاعي أس 10 ناقص 1, وتحت المجهول في 1 زائد المجهول أس 10 هو ألفا إكس أس 10, وبعدين زائد 10,000 الأخيرة نضربها في 1 زائد الإكس أس ماينس 10, وبعدين زي ما احنا شايفين كده اقول يساوي صفر, اقول شيفت سولف, دخل حاجه في النص مثلا, هي مكتوب بوينت 13 حلوه مش وحشه, وبوينت 2 حاجه برضو في النص, يعني دخل حاجه قريبه من اللي موجود يطلع الحل بسرعه, طبعا تقرب مثلا طلع
14 تاخد 15، طلع 8 ونص او 9 تاخد 10 وهكذا. ده اذا طلع يعني، يبقى طلع 31.5%. يبقى مين اقرب واحد؟ اقرب واحد طبعا ال 30 اقرب من ال 36، فنقول ايه problem we consider replacing an existing electrical water heater with an array of solar panels. هنشيل سخان كهرباء ونحط مكانه مجمعات شمسية تجيب الطاقة من الشمس، أنظف وطاقة نظيفة وطبيعية. بقول the net installed investment cost of the panel is 1400. شوية دول سعرها الأساسي 2000 دينار، 2000 دولار، بس شيل 30% منهم تاكس كريدت فروم ذا جفرمنت، بس بقى 1400. based on energy audit the existing water heater uses 200 kilowatt hours of electricity per month at 0.12 per kilowatt. اضرب ال 12 من 100 في 200 تطلع 24 دولار. The cost of operating the water heater is 24 اهو قال لك per month، اضربها في 12 يبقى في السنة بيكلفني 288. assuming the solar panels can save the entire cost of heating water، يعني التكلفة دي هتتشال خالص فكأني كسبتها مقابل ال 1400. بيقول what is the IRR of this investment if the solar panels have a life of 10 years. لو السولار بانلز هيقعدوا 10 سنين معاك يوفروا لك كل سنة 288 اللي هي 24 في الشهر في 12 شهر. يا ترى يبقى ال IRR بكام؟ يبقى الاي نجمة مجهولة. اقدر اجيب البي، اقدر اجيب الاي، اقدر اجيب استخدم يعني الفيوتشر اي واحدة فيهم ويديني واساويها بصفر. يعني اقول مثلا بريزنت وورث للاي يساوي صفر، او اقدر استخدم انيوال او فيوتشر زي ما انت عايز. استخدمنا البي يبقى ماينس 1400 زائد 288. عايزين نجيب P given A للآي المجهولة وعشر سنين، واحد زائد I. ده بقى في الجدول في يعني في الشيت في الامتحان مديهولك، مش محتاج تبرشم ولا حاجة. بص 10 وتمسك الآلة احسن من الانتربوليشن شويه، تقول ماينس 1400 بدل ما تعمل اسامشن كل شويه وتدور على رقم موجب ورقم سالب. ده افضل بكتير، تقول واحد زائد المجهول وتحت المجهول اللي هو الاي يعني واحد زائد الفا اكس اس 10، واقفل القوس واقول الفا يساوي صفر. المعادله كتبتها وساويتها بصفر قلت شيفت سولف، هيطلع لي اكس بيقول لي 388. طبعا الاي عمرها ما تكون 388، المعادله دي ليها 10 حلول. انت عايز الحل القريب من كام؟ يعني الاي تطلع بوينت 10 او بوينت 20 بوينت 15، حط رقم كده عشان تقرب وتسرع الحل. الاي طلعت 1 بتساوي طبعا يجيب شوية يحسب وفي الاخر طلع 15.85%. يبقى دي الاي ار ار، يعني احنا نكسب 15 أو 16% من الفلوس اللي حطيناها. لو احنا عايزين نكسب 20 يبقى المشروع ده مش كويس، لو عايزين نكسب 10 أو 12 يبقى المشروع ده كويس. This has just presented you with the summary in the accompanying table of projected costs and annual receipts for a new product line. He asks you to calculate the IRR for this investment opportunity. What would you present to your boss and how would you explain the result of your analysis؟ ومديني ان المار ب 10%، ومديني كشف لو حطيته. ازاي نحسب الاي ار ار؟ يقول البريزنت وورث او الانيوال وورث او الفيوتشر وورث للاي بصفر. اسهل حاجه هنا البريزنت اجيبهم كلهم هنا لان دول مش متساويين،
ملهمش نظام معين. الماينس 450,000 دي بي مش عامل فيها حاجة. الاتنين واربعين وخمسمية اجيبها بي، يبقى واحد زائد اي اس ماينس واحد، رجعت كده اول سنة، زائد 92,800 هرجعها سنتين، التلاتة 8 6 هرجعها 3 سنين، المية ولا 614 و600 هرجعها 4 سنين، وآخر حاجة 202 هرجعها 5 سنين وساوي بالصفر. كامل اي بتخلي المعادلة دي بصفر، كامل اي اكسبها بحيث المعادلة تساوي صفر، يعني بالظبط كسبت الاي دي. نفس 450,000 ماينس 42,500 في 1 زائد اكس اس ماينس 1 بلس 92,800 واحد زائد الفا اكس ماينس 2 بلس 3 8 6 ثلاث اصفار واحد زائد اكس اس ماينس 3 زائد 614,600 واحد زائد الفا اكس اس ماينس 4 واخر حاجة ماينس 202 ماينس 5. الكلام ده يساوي كله صفر، اقول له شيفت سولف، ادخل مثلا بوينت 15 رقم قريب من الاي المتوقع 10 20 30، هو هنا حاطط 10 في الغالب تطلع اكبر شويه واقل شويه، حط بوينت 1 او بوينت 15 او بوينت 20 للاي يمشي الحال. لو كنت بتحسب الان حط 10 15 سنه كده يعني. طيب لو طلع الاي زي ما طلع قدامنا 21.4 21.4%، اذا اكسبت اللي هو نيو لاين اكسبت نيو برودكت. يبقى هتقول لمديرك يلا روح نفس ليه؟ لان انت حققت ال 10 اللي انت محتاجها وزياده شويه زياده كمان. Equipment has proposed by engineers to increase the productivity of a certain manual welding operation. لحام يعني. بيقول the investment cost $25,000 and the equipment will have a market value of $5,000 at the end of a study period of 5 years. Increase the productivity attributable to the equipment will amount to 8,000 per year after extra operating costs have been subtracted from the revenue generated by the additional production. يعني 8,000 دول الصافي. A cash flow diagram for this investment opportunity is given below. If the firm's margin is 20% per year, is this proposal a sound one? Use present worth method. يعني نجيب البريزنت وورث للكاش فلو ده، اذا طلع اكبر من صفر يبقى بروفيتابل ونتوكل على الله نعمل المشروع. هو عايز بريزنت وورث يبقى 25,000 دي في مكان، ال 8,000 نجيبها بي، يعني اقول بي جيفن اي 20% وخمس سنين. الخمس تلاف هنجيبها بي، يبقى برضو بي، احنا عايزين بي، يبقى دايما بي في الاول، جيفن اف 20% وخمسة، دول نجيبهم من الجدول. 20% عندنا بي جيفن اي 5 2.9906، البي جيفن اف 40 19
الجواب ماينس 25,000 مع 8,000 في 2.9906 لغاية دلوقتي لسه ماينس 1,000 زائد 5,000 في 0.4019 طلع موجب 9.34.3. فأوكي أوكي أكسبتابل لأن أكبر من الصفر. $110,000 retrofitted space heating system was projected to save $30,000 per year in electrical power. يبقى ده توفير وده التكلفة الأولانية الانيشال كوست in electrical power and be worth $8,000 at the end of 6 year study period. يبقى احنا عندنا 6 سنين هندفع في الأول 110,000 يوفر لنا 30,000 مدة 6 سنين يعني يوفر لنا تقريبا 180,000 1 2 3 4 5 6 طبعا 180,000 دول بعدين تكلفتهم حاليا يعني او قيمتهم حاليا اقل من 180,000. طب وهتتباع ب 8,000 ده السلفش بقى. بيقول يوز فيوتشر وورث ميثود تو ديتيرمن ويذر ذا بروجكت ستيل ايكونوميكالي جاستيفايد اف ذا سيستم هاز زيرو ماركت افتر 6 ييرز يعني هشطب دي. ذا مار از 15% الاي 15%. طيب هو بيقول لي الاول ممكن تجيب الانيوال وورث تقول للار ناقص الاي الحته دي ار ناقص اي الحته دي كده اهو R ناقص E لأن مفيش E تحت ناقص الكابيتال ريكفري. طب الكابيتال ريكفري بيساوي إيه أهو I اللي هي دي في A جيفن B ناقص S الإس خلاص راحت لأنها بصفر يبقى معنى كده الكابيتال ريكفري هتساوي I اللي هي 110,000 في A جيفن B 15% وست سنين. هروح لل 15% وست سنين وهاخد ال A given P 26.42 هيطلع يبقى هضرب 110,000 في 0.2642 طلع الجواب 2906 2. دي تكلفة رأس المال. طيب عايز اجيب لدول اف وعايز اجيب لدول اف فاقول الفيوتشر وورث ل 15% بيساوي ايه. طبعا هو المشروع من يعني قبل ما اكمل كده دي التكلفة وده الربح يبقى اكيد المشروع بروفيتابل يعني نسوي بس هو طالب الفيوتشر ملهاش لازمة الفيوتشر المفروض كان بس انيوال زي بعضه. حكم الأبعد ضعيف 30,000 في F given A 15% وستة ده موجب سالب 29,000 نفس الكلام F given A 15% وستة هيساوي طبعا نفس المعامل F given A 15%. A corporate jet costs $1,350,000 and will incur $200,000 per year in fixed costs. يعني كل سنة هيكلفني غير التكلفة الأولانية اللي هي 1,350,000 دي في البداية وكمان هيكلفني 200,000 كل سنة لمدة 5 سنين يبقى في 200,000 دي 1 2 3 4 5 دول تكلفة الصيانة والتراخيص والتأمين وإيجار الهنجر بتاع الطيارة
يبقى 200,000. كمان هيكلفني اوبريتنج، بيقول لي 277 بير اور. طالما بير اور يبقى لازم اضربه في عدد ساعات. لتكلفة الفيول اللي هو الوقود والبايوت اكسبنسز الطيارين هيكلفني 277 دولار في الساعة، يبقى لازم اضرب في عدد الساعات. بيقول لي will be operated 1200 hours، يبقى هنا في كام تكلفة؟ 277 في 1200، يعني يطلع كمان 33,000 طبعا سنوي، لا 322,400. طيب بيسألني بيقول لي هي تتباع طبعا الطيارة الأول ب 650,000. بيقول لي المار 15 وعايز مني حاجتين، دي الأرقام اللي عندي. في المطلوب ايه؟ بيقول لي determine the capital recovery cost of the jet. capital recovery اللي هو نقول كده I في A given B 15% وخمس سنين minus ال S في A given F، هنرجع دي A وده نودي كده A، 15% وخمس سنين. طيب ال A given P قدامي 15%، عايزين خمس سنين. A given B خمس سنين يعني 2 9 3 8، 2 9 8 3. طب الـ A given F نطرح البوينت 15، المفروض يطلع بوينت 1 4 8 3، وتأكدنا من الجدول A given F بوينت 14 8 3 مظبوط، فهيطلع الرقم ده أهو، والـ S 650,000، يبقى 1 3 5 0 3 أصفار في بوينت 2 9 8 3 ناقص 6 5 0 كمان 3 أصفار في 14 8 3. طلع الجواب إن الكابيتال ريكفري 306,310، ده اللي هتكلفه كل سنة لمدة 5 سنين نتيجة بس فقدان سعر الطائرة، يعني بدل ما كان 1,300,000 بقى 650,000. طيب في البارت بي طالب مني الايكويفالنت يونيفورم انيوال كوست، كل الكوست اللي عندنا سنوي. الايكويفالنت يونيفورم انيوال كوست بيساوي ايه؟ بيساوي الكابيتال ريكفري، الكوست اللي حسبناه نتيجه السورس اللي بي او يعني الاسيت اللي بي سعره بيقل، زائد التكلفه السنويه اللي هي بقى ايه؟ اللي هي 200,000 و 300 اتنين اللي هي التكلفة السنوية، يبقى نفس الرقم ده اللي طلع هزيد عليه كمان 200,000 وهزيد عليه 3 3 2 400، يبقى دي التكلفة السنوية الكلية اللي هي 8 3 8 710. يبقى لو سألتني على الـ equivalent uniform annual cost لكل التكلفة كل شيء، سعر الطيارة والاوبريتنج والطيارين والكوستس والرنتال والاكسبنسس والانشور، كل شيء 838,000 كل سنة لمدة 5 سنين.